بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مرضاتك، وزدنا من محبتك يا كريم، فنحن عطاشة للزيادة لهذا الحب الذي ليس كمثل حب إلا حبك إيانا ولخلقك. آمين. علمنا ما ينفعنا في ديننا وفي محيانا وفي مماتنا وما بعد مماتنا. آمين يا سيدنا يا عظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو ترى الذين ظلموا إذ في حالة تكون قربت جهنم إلى كيانهم، كيانهم الخاص، أهل بهتان وأهل خسران والعياذ بالله. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة أي المطلقة لله جميعا، هذاك على فكرة الجميع يعني المطلق، مش قوة ربي في ميدان دون ميدان، لا، الميادين الكل لا حكم سواه، ولا تجد من يعترض ولا حكم أبدا، والله غالب على أمره، والسلام.